ايوه يا رنونه يا حبيبتي، انت اكيد اكيد بتكلميني عشان بابا وماما عايزين يعتذروا لي عن البلاغ اللي عملوه، بس انا مش زعلانه خلاص، قولي لهم قبل صدفه تمام، ومستعده كمان اديكي الدرس. هنبتدي امتى؟ لا يا ميس، انا بكلمك في حاجه تانية خالص، بس وعديني الاول ان الكلام ده يكون بيني وبينك، انت عارفاني من عادتي مش بحكي حاجه، وكمان علي لو عرف هيروح يتخانق مع مازن زي ما عمل مع نور. يعني انت مش بتكلميني عشان الدرس؟ طيب ماشي، اعتبريني وعدتك يا ستي. ها عملوا ايه مقاصي في الرقبه؟ انا اصلي ما روحتش المدرسه النهارده عشان كنت تعبانه. وايه الجديد يا حبيبتي؟ ما انت على طول تعبانه. انجزي بقى يا رنا وارشقي الموضوع في وداني، خلينا نخلص. ايه اللي حصل؟ انا جايه لك اهو في الكلام يا ميس. مازن كان بيطمن عليا، وعرفت منه انه معالي في مول مصر بيشتروا لبس، عشان علي مش بيفهم في الالوان ولا البراندات، وهو معاه بقى عرف انه رايح يقابل فرح البنت اللي اتخانقت معاها انا ورباب، وقلت الرباب ان ملهاش دعوه بيها وانها تخصك. علي طلب من مازن ان يروح يحجز له في نفس المكان اللي ودنا فيه يوم عيد ميلادي.